اه قوي قوي. طب ادي كفتايه كمان بلع بيها اهي، اتفضل. مش ممكن، لا ليها حق الصراحه، رشا تخلع من الموضوع كله. ايه ده؟ بس دي رشا برضو يا جماعه، ده راجل، هو سنوسي بس راجل. استاذ سنوسي، عشان بس اروح واسيبك بقى تستمتع بكل ده. خلاص احنا كده اتفقنا. اتفقنا؟ انا مش مصدق نفسي. لا انا عايزاك تصدق، وعايزاك بقى تصدق بسرعه. وكتبت لك اهي نمره البيت اهي عشان تتصل، ها، وبسرعه. يا طراطير يا تفلا، ايه ده يا رشا؟ ايه ده، اتجننتي ولا ايه؟ هي مين دي اللي اتجننت؟ طبعا ما تجننتيها، اعتبرتك زي اختها. شايفه يا اختي؟ شايفه مامي؟ شطب بليز. هو ايه اللي شطب بليز؟ اخرس يا بنتي. صح يا مامي. كده يا لولو، انت اللي تعملي كده؟ طبعا لازم اعمل كده، امال لو ما عملتش كده هعمل ايه يا بابا؟ الله فيه ايه كمان يا اختي؟ مش مكسوفه من نفسك؟ يا ده انا هطبق في دمارتي يا رشا. بس يا جماعه مش كده، فرقتوا علينا الناس، وبعدين الدكتوره على تشكر انها عملت اللي عملته. طبعا تذكر. تذكر ايه؟ تذكر عسل عوده تسحبك مني كده تقعد جاموسه. تسحبني ايه؟ هو انا طور؟ دي كانت جايه هنا عشان نتفق ازاي ارجع انا وانت لبعضينا. اتفضلي. طب ايه الورقه اللي كانت بتديها لك كتير؟ نمره بيتها عشان اكلمك عليها، عشان عارفه ان انت مش عايزه تردي على نمرتي اللي انت مسجلاها على الموبايل. اهو. وبعدين تعالي هنا، وانت محموقه كده ليه؟ مش انت اللي كنت عايزه تفركشي؟ مش عارفه انا. انت طب ما انا ما كنتش اعرف ان انا حميسيو قوي كده. يا سنوتي. يا سلام يا اختي. يا سلام يا سلام يا لولو. بنت ابوكي فعلا طبعا طالعه متادبه ومتربيه، مش كده ولا ايه يا فايقه؟ ها؟ عسوله عسوله. اسفه يا بنت اخويا. لا مش كفايه. اسفك لوحدك. حقك عليا يا ضنان. توقفين ليه؟ يلا على المأذون، ابوكي زمانه جاي وهيحصلني على هناك. يلا يا سنوسي. يا استاذ سنوسي الكفته، طب صباعين تتسلى بيهم في السكه. ما بيحب الكفته، اعمل له ايه؟ تعبت يا بابا، بيغيروا مني يا بابا، زعلوا مني يا بابا. انا بجد تعبان. انا بص لسنوسي برضو. انا قلت كده برضو، معقوله نفسك هتروح لسنوسي؟ معقوله؟ مش عارف ذوقي ولا ايه؟ طبعا عارف ذوقك يا حبيبي. هو البلاي ستيشن اللي ضايع مننا الوقت. يلا يا سهير، يلا يا علا. يلا يا سهير، يلا يا علا. هنتاخر على الفرح. بس يا تافه. ولا مؤاخذه حاجه. حاضر يا عبد الصبور، جاي اهو. ها؟ ايه يا عبدو؟ معقوله البيت تحت الزاف وخاله مش موجود؟ اعمل ايه في اللي بيتزوق بقالهم 3 ساعات دول؟ ليهم مكان معايا في العربيه. خد حازم وروح، البنت لوحدها. والله فكره. يلا يا حازم. يلا حبيبي. باي عمتو. باي باي يا حبيبي. خلي بالكم منها. طب دي فايقة. ايوه يا حبيبتي، احنا جهزنا اهو، جايين والله. خلاص على اقل من مهلك. عايزاكم تبقوا حلوين كده وتشرفوني، انا قاعدة اهو مستنياكم. اوعوا تتأخروا اكتر من كده. يلا يا ماما، يلا يا ماما، تأخرنا بسرعة. هما راحوا فين؟ مش لاقياهم. مش عارفة. افتحي. يمكن افتحي يا ماما بقى. الله يا ماما بقى. عملتيها يا فايقة كل ده عشان خاطر سنوسي؟ امال لو كان اسمه تسوقي كانوا عملوا ايه؟